وبعدين يكمل بعد كده: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد، ما قالش مكيدة، مكايد بسيخة الجمع، مكايد. وأنا صدقني يا أسيس نزار بقول الآتي: أولا كلمة مكيدة في الأصل اليوناني معناها مناورة حربية، فهو عنده مناورة. وبعدين ما قالش مكيدة، قال مكايد، وكأني يدبر لي خطة عشان مثلا يسقطني في خطية المال. أفترض إن أنا انتصرت، يدبر لي خطة يسقطني في خطية الجنس. انتصرت، يدبر لي خطة يسقطني في خطية علاقات مع زملائي، مع ناس، يدبر لي خطة. يعني عنده المكايد هي المخططات المصحوبة بالدهاء بالضبط والذكاء والمراوغة. يعني فيها يعني ده عم بخطط، يعني شخص عم بخطط عنده ازاي بتكتكها. بالضبط. يعني الرسول بولس استخدم بالتوازي مع كلمة مكايد، استخدم كلمة فخ، وهي نفس الفكرة. نعم، لأن الفخ الصياد بياخده يخبيه زمان، ويحط مثلا الحبوب اللي الطائر يجي يشوفها، فيشوف الحبوب لكن ما يشوفش الفخ. فقال جت كلمة فخ في العهد الجديد 5 مرات. لما يتكلم مثلا عن مواصفات الأسقف في تيمساوس الأولى 3-7 يقول: ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج، لألا يسقط في تعيير وفخ إبليس. فكلمة فخ هي مناورة حربية، هي نفس الفكرة بتاعت الدهاء اللي حضرتك قلتها.